السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. في الفيديو ده ان شاء الله هكلمكم عن باقة فرش حروف عربية، هنتكلم عنها بالتفصيل. الباقة حاليا متوفرة لبروكريت سواء للايباد او للايفون، بروكريت بوكيت النسخة الخاصة بالايفون، وقريبا ان شاء الله هتتوفر لكل المنصات ولكل برامج الجرافيك. الباقة بتشمل مجموعة من الخطوط وهنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل. أولها حروفيات ديواني، وبتشمل حروف الخط الديواني زي ما انتوا شايفين، حروفيات فارسي وهي حروف الخط الفارسي أو خط النستعليق، حروفيات سمبولي وهي حروف الخط السمبولي، حروفيات ثلث وهي حروف خط الثلث، حروفيات حر ودي أضيفت مؤخرا وهي الحروف الخاصة بالخط الحر. طيب الباقة دي موجهة لمين وإيه هو الجديد فيها؟ الباقة دي موجهة لفنانين التايبوغرافي، المصممين، مصممين الأزياء، مصممين الديكور، كل الناس اللي بتحب تستخدم الحرف العربي في تصميماتها لكنهم مش خطاطين. يعني الباقة مش موجهة للخطاطين ولا متعلمي الخط العربي، إلا لو كان المتعلمين ممكن ينزلوها ويتدربوا على الحروف. يعني مثلا لو شفنا حروفيات ديواني، أنا ممكن أنزل الباقة وأستخدم الحرف وأبدأ أتدرب على الحروف وأتعامل معها تعامل إنها كراسة تعليمية. طيب إيه هو الجديد أو المختلف في هذه الباقة عما يبدو إنه شبيه لها؟ المختلف في الباقة دي عن غيرها إنها من حروفي، من كتاباتي أنا، كل حرف من هذه الحروف وكل نقطة كتبت بيدي كتابة خالصة من الصفر، مش زي ما هو الحاصل مع الغير إنهم بيجيبوا حروف برنامج الكلك أو بعض الحروف من بعض الفونتات العربية ويحولوها لفرش بروكريت وتقدم على إنها حروف مع إنها مستهلكة وموجودة أصلا بالفعل. يعني أنا إيه اللي يخليني أستخدم فرش هي عبارة هي مأخوذة، أو خلينا يعني لو قلنا كنا دقيقين في الكلام هي مسروقة من حروف الكلك أو من حروف فونت عربي وأستخدمها؟ طب ما أنا أستخدم الفونت على طول أو أستخدم الكلك بشكل مباشر، لكن دي حروف يدوية حية كلها كتبتها بإيدي. الباقة بتتجدد باستمرار، يعني أول ما أطلقنا الباقة كانت بتشمل خطين بس، دلوقتي بقت بتشمل 5 خطوط وهنضيف خطوط تانية وكمان هنحدث كمان في الخطوط اللي تم إضافتها بالفعل. تقدروا تحملوا كل خط بشكل مستقل أو تحصلوا على الحزمة الكاملة، طبعا هتلاقوا الرابط في وصف الفيديو لو بتشوفونا على يوتيوب، أو هتلاقوه في البايو لو بتشوفونا على إنستغرام أو تويتر. طبعا الحزمة الكاملة هي أفضل قيمة مقابل سعر، لأنه هتحصلوا على الباقة بسعر فعلا بسيط جدا مع ضمان الحصول على كل الخطوط المستقبلية بشكل مجاني وكل التحديثات بشكل مجاني. طيب اللي هيحمل خط واحد بس أو خطين هيحصل على كل التحديثات الخاصة بالخط أو الخطين أو أيا كان العدد، هيحصل برضو على كل التحديثات بشكل مجاني مدى الحياة. سبب طرحي للباقة دي الحقيقة أنه كتير من الفنانين تواصلوا معي وطلبوا مني أني أقوم بهذا العمل وأقدمه بسبب حاجة المجال للنوعية دي من الفرش، لأنه المنتشر للأسف كلها فرش مأخوذة من تطبيق الكلك أو مأخوذة من فونتات عربية، ما بتقدمش أي جديد من الناحية الفنية. ده حتى بصرف النظر لو اتكلمنا عن الناحية الأخلاقية وأحقية أي شخص في أنه ينسب لنفسه حروف هي ليست حروف. ففي الحقيقة تواصل معايا الكثير من فنانين التايبوغرافي ومصممين الأزياء والتيشيرت ومصممين الديكور، كان فعلا الطلب أنه والله إحنا بنحب الخط العربي وبنحب استخدام الحروف العربية في تصميماتنا، لكن للأسف مش لاقيين حاجة تلبلنا الحاجة دي، وإحنا مثلا ما عندناش القدرة على أننا نتعلم الخط من البداية وكده، فكنا محتاجين خامة نقدر نشتغل عليها. وحتى لما كنت برد على الناس وأقول لهم يا جماعة طيب ما اللي انتوا عايزينه ده فعلا موجود وهو تطبيق الكلك مثلا أو كده،
فكان الرد اللي بيتقال انه خلاص الكلك بقى في حكم الفونت، بقت حروفه معروفة والناس بقت عارفة اشكال حروفه، وهي حروف فعلا جامدة ومش حية. فعلشان كده انا حبيت اقدم المنتج ده اللي هيكون متجدد ان شاء الله باستمرار، منتج حي يدوي معمول من الصفر. استعرض بعض الاعمال اللي ممكن عملها بهذه الباقة، يعني هنا مثلا الخط السنبلي الثلث، خط المستعليق او الفارسي، طبعا دي كل الاعمال دي معموله بطريقه المندالة او بطريقه التكرار. بس طبعا الباقة ممكن تستخدم في اعمال كتيره جدا غير كده. احنا الفكره ان احنا بنوفر الحروف العربيه اللي هي الماده الخام، وللشخص حريه الابداع. برضو ممكن تستخدم لاعمال الحروفيات زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لكم احنا بنوفر المادة الخام اللي هي الحروف، وبنترك المجال للإبداع ولخيال المبدع أو المصمم. روابط التحميل زي ما قلت لكم هتلاقوها في وصف الفيديو أو في البايو لو بتشوفونا على انستجرام. أي استفسارات أو أي اقتراحات هنسعد باستقبالها على الإيميل الموجود في وصف الفيديو. تحياتي لكم جميعا، وكان معكم محمد أبو الليل، مع السلامة.